مدام الإمام تاج الدين السبكي يهضر في التواتر المعنوي واللفظي. ذي شو ذا التواتر اللفظي؟ مثال عن التواتر اللفظي، الحديث المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث هذا يتوسم، هو مثال عن الحديث المتواتر لفظا، التواتر اللفظي هذا يذكر. شحال في دروان من الصحابة؟ 62. ابن الصلاح معروف من خدام الحديث، إن ذكر بعض الحفاظ أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة المشهود لهم بالجنة. 62 سي الصحابة إذ يروان الحديث يوم السلام، السيسن عشرة اكتب الشرنس الجنة. فقد يوثن الرواية، فلا الرواية النظام، الرواية المعروفة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وينادي سيدفن فين في صلاة يسلم يعمد أم كريس لجهنم والعياذ بالله. ولكن فلا الرواية النظام شو دلنا: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولش متعمدا؟ الروايتان صحيحتان متواترتان بلغتا أقصى درجة الصحة. ما التواتر المعنوي؟ وهو الأكثر، لأن الأحاديث المتواترة لفظا قليلة قليلة. أما التواتر المعنوي فهو الغالب. السيوطي، الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، السيوطي بالمناسبة إيجاد أكثر من 300 كتاب، أكثر من 300 كتاب إيجا السيوطي. سي الكتب المشهورة إكسعة كتاب الإتقان في علوم القرآن، إلا اسمي قروح الحجد: إنك لما شربت من ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، إلها الدعاء دي الدعاء ينتبغير. إنك انسى شو قدع ربي، إنك ساربي أرزقني مرتبة كمرتبة البلقين في الفقه، ومرتبة كمرتبة ابن حجر العسقلاني في الحديث، صاحب بلوغ المرأة من أدية الأحكام. السثر ذي ربي السقار في كيد الدرجة علينا ذي الفقه أمثلنا البلقيني قطب من أقطاب الفقه، ما ذي الحديث أمثلنا ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرأة. ذي شو دين السيوطي في كتابه تدريب الراوي لمن أراد أن يعود، صفحة 180: إناد ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. تواتر ماشي لفظ، تواتر معنوي. ولكن شوف الدقة العلمية شو دينا: فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، نحو 100 حديث في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر. شوف الدقة، لم تتواتر. ولكن مش يكمل: والقدر المشترك فيها وهو رفع الأيدي عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. انتهى كلام الإمام السيوطي. إذن وقت تواتر معنوي، أنطف أحاديث الشفاعة متواترة، ولكن مش تواتر لفظي، تواتر معنوي.
إذن التواتر المعنوي يكثر في أو الحديث المتواتر يكثر في معناه لا في لفظه، ويكثر في السنة العملية أكثر من السنة القولية. السنة العملية صلاة، صلاة متكررة، مدين الصحابة رأيت رسول الله، والحديث ند صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك كان النقل متواتر في السنة العملية. خطر سوالين تمشي تظلى تظلى ندم بدون غرنا كثورة ذي الحج خذوا عني مناسككم.